أكد عباس الرحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على اهتمام الجهاز بنشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع المصري، خاصة في أوساط الشباب. إتاحة مختلف سبل الدعم للأفكار الإبداعية المبتكرة لتحويلها إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية قادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة وتمهيد الطريق أمامها في إطار اقتصاد جديد ورقمي يعتمد على المعرفة. جاهزة؟ يلا جاهزة. عندي مشروعات هقدمها للنقابة. اشمعنى؟ كلها في دماغي بس خايفة من رقابك. سبت ديكي ورحت احضر ندوة. اشمعنى؟ طلع يا اختي مشروع ملوش جدوى. عندي للمشروع افكار ابداعية. اشمعنى؟ هعمل فرانشايز لعشتي الاقتصادية. عرفت الحقيقة بس على كبر. اشمعنى؟ ديكي يا اختي طلع متناهي الصغر.